طلابي الأعزاء في الصف الثاني الإعدادي، welcome back to a new lesson in English. أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Unit 3, Lessons 1 and 2. الوحدة الثالثة، الدرس الأول والثاني. Under the title of Great Jobs، تحت عنوان وظائف عظيمة. النهاردة إن شاء الله we are going to form sentences in the past simple tense. هنعرف ازاي نكون جمل في زمن الماضي البسيط. What else? We will practice using the past simple with verb to be. هنتدرب ازاي نستخدم الماضي المستمر مع الverb to be اللي هو am, is, are, was, where. What else? Practice using the past simple with other verbs. وهنكي نتدرب ازاي نستخدم الماضي البسيط مع الافعال الاخرى اللي هي main verb زي play, played, cooked, etc. Make questions with the past simple. ازاي نكون اسئله عن الماضي البسيط. واخر حاجه learn some new vocabulary about sports. ونتعلم بعض الاي ونتعلم عن بعض الاي المفردات عن الرياضيات. طيب يلا نقول نبدا باخر حاجه. Will you read the definition and write the word. اقرأ التعريف واكتب الكلمة. We have words. You will have your definition. احنا عندنا كلمات. هتاخد التعريف بتاعها وانت هتكتب الكلمة. But look at this picture first. انظر الى هذه الصورة اولا. We have here someone who does experiments. شخص ما بيقوم بتجربة علمية. In a laboratory. في معمل العلوم or in science lab. يبقى a person who does experiments. شخص يقوم بتجارب علمية. To study and find out about how things work. كي يدرس ويكتشف. عند معناها discovery about how things work. كيف تجرى أو كيف تعمل الأشياء. يبقى ده اسمه مستر. ده who is the person. من هو الشخص؟ هذا scientist اللي هو العالم. The next definition we have here a handball player. ده لاعب كرة يد. And he tries to throw the ball in the goal. ويحاول أن يسدد الكرة في المرمى. A sport with 7 players. رياضة من 7 لعيبة. In a team في الفريق الواحد. They score by throwing the ball into a goal by hands. معناها هم بيلعبوا ازاي. They score by بيسجلوا by throwing the ball عن طريق لقي القاء الكرة into a goal by hands في الهدف بواسطة ايديهم. ده انهي رياضة مستبولي اسبورت بيلعبوا بايديهم من 7 لعيبة. ده طبعا الهاند بول واضحة وباينة في الصورة. Another definition we have here a player. He is all enough. Very sane. He tries to concentrate. وبيحاول أن يركز. وبيقول a person who is older than somebody else. شخص ما بيكون أكبر من شخص آخر. ده طبعا السينيور اللي هو البالغ أو الكبير السن. Okay. The opposite of the last one. دي عكس آخر واحدة. دي كان someone who is younger than us. ده هتبقى someone who is younger than us. شخص أصغر من الآخرين. A person below a particular age. بيبقى أقل من الإي سن المعتاد. Rather than an adult. اللي هو بيكون أقل من الإي من الأدلت اللي هو البالغ. اللي احنا بنسميه junior. اللي هو الإي ناشئ أو الشاب. We have here somebody try to pull the rope in each side. عندنا حد هنا بيشد الحبل من ناحيتين وبيقول لي a situation in which someone موقف بيحاول فيه شخص is trying to win something. انه بيحاول يفوز بشيء ما more successful than someone else بطريقة ناجحة عن شخص آخر. ده طبعا الـ competition اللي هي المنافسة. موقف في شخص بيحاول أن يفوز بشيء يكتر بطريقة أكتر نجاحا من شخص آخر. دي الـ competition. We have here
a doctor. He tries to do an operation. ده طبيب يقوم بإجراء عملية. تعالوا نشوف التعريف. A person who knows how to look inside the body. الشخص الذي يعرف كيف ينظر داخل الجسم. To help people who are ill. عشان يساعد الناس المرضى. ده مين ده مستر؟ ده سيرجون اللي هو الجراح. ده الجراح is a kind of doctor. ده نوع من انواع الاطباء. Who knows how to look inside the body. يعرف كيف ينظر داخل الجسم. ليه بقى؟ To help people who are ill. كي يساعد الناس المرضى. A person who teaches people how to play or improve in a sport. الشخص الذي يعلم الناس كيف يلعبوا او يحسنوا في الرياضه. طبعا the sports coach اللي هو the sports coach مستر اللي هو مدرب رياضي او الكابتن الرياضي اللي احنا بنقول الكابتن زي مثلا حسن شحاته والناس دي. يبقى person who teaches people شخص يعلم الناس how to play ازاي يلعبوا or improve in a sport كيف يلعبوا او يتحسنوا في في الرياضه. On the sports coach اللي هو المدرب الرياضي او الكابتن. We have here winners and celebrating. يبقى هنا كده some players celebrating with winning. بعض اللعيبه بتحتفلوا بيحتفلوا بالفوز. ده بنسميه to be the first in a game or competition. ان تكون الاول في في لعبه او مسابقه. دي طبعا هتبقى one اللي هو الفوز. الماضي ماضي من كلمه win. عندنا تمرين على الكلمات اللي خدناها دي بيقول complete the sentences with these words. اكمل الجمل بهذه الكلمات. And scientist, sports coach, surgeon. نحط كلمه في الجمله المناسبه ليها. A space teaches people how to play or improve in a sport. دي طبعا يا مستر ما ينفعش يكون scientist. هتبقى sports coach. تمام. Sports coach اللي هو المدرب الرياضي. Sports coach. Teaches people how to play or improve in a sport. يبقى يعلم الناس كيف يلعبوا او يتحسنوا في رياضة. Number two. A space knows how to look inside the body. يبقى هنا يعرف كيف ينظر داخل الجسم. To help people who are ill. كي يساعد الناس المرضى. ده طبعا السيرجن يا مستر اللي هو الجراح. تمام. A space does experiments. شخص بيقوم بتجارب علمية. To study and find out. كي يدرس ويكتشف about how things work. عن الأشياء كيف تقوم الأشياء. ده طبعا الساينتست اللي هو العالم. يبقى كده اكدنا على معنى كلمه كابتن رياضي او مدرب رياضي. كلمه سيرجن اللي هو الجراح وساينتست اللي هو مين بقى اللي هو العالم. هنكمل برضو بيقول لكم complete the sentence with these words. Competition, handball, junior, senior, when. My brother احمد loves playing نقط and he is very good at it. My brother احمد loves playing play ايه كلمه اللي يجي معاها كلمه بلي من الكلمات دي اي كلمه فيها كلمه بول يبقى playing handball and he is very good at it وهو جيد فيه. When he was 8 عندما كان عمره 8 سنوات he played in a not competition. طيب عمر 8 سنوات ده اللي هو العمر الصغير هل هو senior ولا junior؟ لا يا مستر ده هتبقى junior اللي هو الناشئ. For a team in our city. The team didn't know it, but it was second. يبقى الفريق لم didn't win لم يفوز. But it was second لكنه طلع كان تاني. أحمد is now 21 and last year هو عمره الآن 21 والعام الماضي he played for an important not team. 21 يبقى كبير يبقى نقول senior team يا مستر. He was very pleased. هو كان مسرور جدا. Next year the team are playing in an important. العام القادم الفريق سيلعب في هام an important تامبول. خدناها جونيور خدناها سينيور خدناها وين خدناها؟ competition اللي هي في
يلعب في مسابقة مهمة. أوكي، تعالوا نشوف إيه المطلوب مننا بعد كده، الجزء الخاص بالجرامر، وبنتكلم فيه عن الباست سيمبل الماضي البسيط، وبيقول لنا خلي بالكم we use the past simple tense to talk about actions that started and ended in the past. معناها نستخدم الماضي البسيط للدلالة أو للتحدث عن الأشياء التي بدأت وانتهت في الماضي، and for the past habits، ونتكلم فيها برضو عن عادات في الإيه في الماضي. طيب الماضي البسيط زي إيه؟ مثلا عندنا I visited my uncle yesterday. كلمة visited معناها زارة، الماضي من visit. ال yesterday أمس، الفعل كده بدأ وانتهى في الماضي. We went to Spain for our holidays. ذهبنا إلى إيه؟ إسبانيا لإيه؟ لأجازتنا. يبقى كده خدنا مثلين went الماضي من go، ده الماضي الإيه البسيط. طب تعالى نشوف الباست سيمبل with verb to be مع الفيرب إيه to be. Statements الجملة الخبرية العادية Maryam was frightened of the cave. معناها مريم كانت خائفة من الإيه؟ من الكهف. There were camels in the desert. كانت توجد جمال في الصحراء. يبقى هنا كده was the past from is، where the past from are. وازاي نين في الماضي البسيط؟ يبقى كده الماضي البسيط مع الفيرب to be become من was او where، بس بالفيرب ايه to be was with any singular subject، was مع اي فاعل مفرد زي I, he, she, it، احمد، علي، فاطمه، مصطفى. where with any plural subject، وير مع اي فاعل ايه جمع زي people, students, girls, boys. طيب ايه negative statements اللي هي الايه الجمل الايه المنفيه؟ I wasn't frightened of the cave. انا كنت خائف من الايه من الكهف. يبقى negative statements الجمل الايه المنفيه باستخدام ايه الverb to be was aware، وبحط معاها كلمه ايه not. I wasn't frightened of the cave. لم أخف من الكهف. طيب there were not أو there weren't any cards on the beach. يبقى كده يا جماعة بالنسبة للجزء الشاشة اللي موجود في الشاشة بيقول لنا الباست سيمبل مع الفيرب to be بيتكون من was أو were. was مع الفاعل المفرد وwere مع الفاعل الجمع، وبستخدم الفيرب to be في الماضي البسيط if we don't if I want to take about adjectives، لما أكون بتكلم عن الإيه عن صفات، بتكلم عن there is someone was in a place، بتكلم عن أماكن، بتكلم عن jobs، بس ما فيش معايا verb إيه من verb، ما فيش عندي فعل إيه أساسي، وبنفي الماضي البسيط باستخدام كلمة not. Simple with other verbs، الباص simple مع الأفعال العادية اللي هي main verbs، we add ed with regular verbs. بنضيف الـ ed مع الأفعال العادية زي climb, climbed, play, played. If the verb ends with e زي arrive، أضيف الـ d بس، بقول arrived. If the verb ends with y، لو الفعل ينتهي بحرف الـ y، after a consonant letter، بعد حرف ساكن، I will add ied after removing y، أضيف الـ ied بعد ما أحذف الـ e الـ y زي study, studied، زي cry, cried. طيب عندي regular verbs اللي هي الأفعال الغير منتظمة، بحفظها وبستخدم التصريف الثاني go, went, speak, spoke, swim, swam, sleep, slept. طيب مع regular I climb, I played, he played, she played, it played. طيب مع الايه مع الirregular I went to the beach, he went to the beach, they went to the beach. يبقى مع اي فاعل، يبقى هنا كده الماضي البسيط مع الاذر فيربس، عندي نوع الفعل هنا ما بيأثرليش على شكل الايه الفعل، وبنفي الماضي البسيط باستخدام didn't، وبعد كده بجيب الباست فورم اللي هو الايه المصدر من الفعل. يعني هنا كده اقول I didn't go, he didn't swim, she didn't sleep. ماشي، يبقى هنا كده يا جماعه ده الماضي البسيط بالنسبة للنفي والأفعال الإيه العادية. طيب تعالوا نشوف ونتدرب على التدريب ده، بيقول لي complete the sentence with the correct form of the words. أكمل الجمل باستخدام الإيه الشكل الصحيح من الكلمات in practice داخل الأقواس. ما
My uncle Rashid not be born in 1961. يقول لي عم راشد not born in 1961 معناها عاوز يقول ان هو ولد في عام 1961. طبعا لما اشوف ان وتاريخ في الماضي اعرف ان الجمله في الماضي البسيط، يبقى انا عاوز كده التصريف الثاني من الفيرب تو بي مع الفعل المفرد هتبقى كلمه واز. طبعا عليك. نمبر 2 he start playing chess when he was very little. لما يقول when he was دي عدي زيها زي يسر دي اشاره للماضي البسيط عندما كان صغيرا. يبقى عاوز التصريف الثاني من كلمه start هتبقى started. يبقى he started playing chess، هو بدا ان يلعب ايه شطرنج. when he was very little عندما كان عمره ايه صغير جدا. نمبر 3 بيقول لي he plays a junior chess competition when he was only 12. هو يفوز بمسابقه اطفال، ايه مسابقه شطرنج للناشئين. when he was only 12 عندما كان عمره فقط كام 12 عاما. لما كده خلي بالكم استخدمنا في كل الافعال التصريف الثاني سواء فعل verb to be او فعل عادي او فعل شاذ. يكمل تدريبنا وبيقول لي he's based my aunt when he was 20 and the not married in 1983 معناها هو قابل خالتي عندما كان عمره كام 20. when he was قلناها زي الماضي وتدل على الماضي، يبقى التصريف الثاني من ميت اللي هي ايه مت. they get married in جاب لي ان وتاريخ في الايه في الماضي، يبقى الماضي من جت هتبقى ايه got. in 1990 he is the number one chess player in our city. في عام 1990 هنقول he become، لا مستر هنقول he became number one، أصبح رقم واحد. أوكي يبقى كده عرفنا إزاي نشكل جمل في الماضي البسيط وإزاي نحط الفعل الأفعال المختلفة في شكلها في الماضي البسيط. عندنا تدريب تاني بيقول لي reorder the words to make past simple questions. أعد ترتيب الكلمات كي تكون سؤال أسئلة في الماضي البسيط. number one to do the Egyptian what were junior team the team first. يبقى نبدأ بإيه؟ بعدات استفهام. بعد كده very auxiliary verb فعل مساعد. بعد كده subject. بعد كده main verb. بعد كده إيه باقي الجملة. يبقى هبدأ بإيه؟ what. بعد كده where. بعد كده first. What were the Egyptian junior team the first team to do؟ معناها ماذا كان يفعل الفريق الناشئين؟ يبقى أنا كده قلت استفهام. What were the Egyptian junior team؟ ماشي كل ده عبارة عن إيه؟ عن subject وعندي do اللي هي mean إيه؟ verb. Number two. And when we did World Cup final win with the طبعا هبدأ ب win بعد كده الفعل المساعد did. بعد كده الفعل هي زي يبقى when did the بعد كده الفعل الأساسي when the World Cup final. يبقى when did they win the World Cup final متى فازوا بكأس نهائي كأس العالم. نكمل برضو نفس السؤال the senior team we did Egyptian when we 2020 what we in. يبقى هبدأ بإيه ب what. ففين الفعل المساعد did، فين الفعل الأساسي when، وفين الفاعل the Egyptian team. ماشي يبقى نقول بقى إيه بقى what did the Egyptian team senior win in 2020 بما فاز الفريق الأول لإيه للمصري في عام 2020. تعال نشوف الجزئية الأخيرة Egypt competition where when did with this. يبقى هبدأ بإيه؟ هبدأ بوير، بعد كده الفعل المساعد did، الفاعل Egypt، بعد كده الفعل الأساسي كلمة when وبقت الجملة وعلامة الاستفهام، يبقى what did Egypt win in this competition؟ بما فاز المصريون في هذه المسابقة. يبقى الجزء الأخير ده عاوز يأكد لي فيه على تكوين السؤال باستخدام الماضي البسيط.
أداة استفهام، وبعد كده بستخدم did، وبعد كده الفاعل والفعل في المصدر. وإلى لقاء في حصة قادمة إن شاء الله. كان معكم مستر مصطفى عبد الرؤوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.